من أعماق قلبي أنا رجاوي وتوعد ما يحيد عليا وأنا الوحيد أنا اللي فزت بهذه الإصابة الثانية اللي سجلها يتم سجلت بحالها باش الرجاء دات كوب دافيك في الكابون تمنى من الرجاء باش دار لي فرحني هو الاستدعاء ديال المدربين وحيد وسعدان ولكن كان بإمكان الناس تفكر الزيات واللي معاه يفكروا في ليزيك جوور صافي بليزير تشوفها واحد الصورة جميلة ديال ليزيك جوور اللي بلا ما نجبد السميات باش ما ننسى حتى واحد كاين فيهم اللي مات الله يرحمه بحال توفيق ويجيو يعطيو واحد 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 الذكرى زوينه للدوزيام كوب دافريك في هاد الصيغه ديالو الجديده حيت حنا دينا كضربات نافوران وكان بامكاننا باش نعاودو نكرر ثاني في كضربة ديس ما لعبناش هذاك سالينا التكاريه ديالنا دينا بريمير تيتر كنتمنى من الله باش الرجاء تفوز بهذا التيتر باش عموما المشاكل تمشي ورجاء ترجع السكر الحقيقيه ديال افريقيا